صلى الله عليكم. إذا حضرت إلى المسجد وكان الإمام يصلي بالناس صلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر، هل أدخل معهم بنية الظهر أم العصر؟ بل أدخل في نية الظهر، لأن الترتيب بين الفرائض واجب في حال الذكر. لكن لو دخلت معه ناسيا بنية العصر وأنت لم تصلي الظهر فإنك تستمر على هذه النية، وإذا صليت تصلي صلاة الظهر.